حتى لا يقال رواية واحدة، هذا أيضا نريد أن ندفع هذه الشبهة، رواية واحدة هي ويدفع رواية من الروايات ويقول إذن كل الروايات، كما حصل عند زيد وعمر بن الناس. يعني يوجد لا أعرف كم من التعليقات سجلت عليه، لا أعرف كم، يمكن أكثر من 80 تعليقا، أتى ناقشة تعليق من التعليقات أو ناقشة يمكن أكثر تعليقين أو 3 تعليقات، والنقاشات كانت غير تامة طبعا، أبطلنا تلك النقاشات، لكن مع هذا هو ناقش أشياء لها علاقة بالمقدمة، وبعد هذا قال وهكذا باقي التعليقات وانتهى الأمر. هذا ليس بصحيح. فالآن أيضا ستجدون أيضا خلال النقاشات البعض عندما يأتي على هذه روايات الحوض هنا يأتي برواية قابلة للطعن، قابلة للتأويل، قابلة للأخذ والرد، ويقول هذه الرواية في الحوض وردت كذا وقال فيها كذا وضعفها فلان وناقشها فلان وتدعى كذا، إذن هذه رواية الحوض كلها كذا، ويطرح رواية الحوض يقول غير تامة، غير تامة سندا أو غير تامة بالمعنى، وهذا ليس بصحيح. سنأتي لكم إن شاء الله بالتفصيل الوافي فيما يخص هذه القضية. إذن المفاجأة الكبرى بالاستعقة العظمى أن تلك الروايات تكثرت، هذه القضية مهمة حتى لا يستطيع يعني لا يستطيع المقابل عندما تلتفت إلى هذه النقطة أنها أماكن مواضع مختلفة في ذلك اليوم في ذلك الحشر في ذلك الموضع والموقف في عدة مواقف وفي أوقات مختلفة، تعلم بأن القضية ليست محصورة في يعني لي هذه بمعنى نقول ليست ليس فيها لنقل إجماع أو يعني معنى إجمالي غير مشتركة إجمالاً بمعنى، وإنما هي حوادث متفرقة لا نستطيع أن نجمع هذه تقول كل الروايات تصب في مصب واحد في رواية واحدة في موضع واحد في مورد واحد، فعندما تطرح واحدة ممكن أن تقول أطرح الباقية، لكنها روايات متعددة في مواضع متعددة في أوقات متعددة. إذن يعني ليست الأوقات هذه في هذه الدنيا، نتحدث عن الأوقات التي تحصل ما بعد الحشر ما بعد النشر والحشر.